السلام عليكم. فصل جديد ضمن الظواهر الجيولوجية الباطنية سنتطرق فيه إلى البراكين وعلاقتها بتكتونية الصفائح. نكتشف أولا مراحل النشاط البركاني من خلال دراسة بعض البراكين. لدينا في هذا المثال الأول بركان لافوغناز الذي يتواجد في جزيرة لاغيونيون الفرنسية في المحيط الهندي. تضم كما نلاحظ هذه الجزيرة بركانين، هما بركان لينيج الخامد وبركان لافوغناز الذي يعتبر من أنشط براكين الأرض. تقع فوهة بركان لافوغناز على ارتفاع نحو 2600 متر، وقد عرف هذا البركان سنة 1984 اندفاع بركاني تميز بظهور شق تدفقت عبره لافا مائعة كما تظهر لنا بلونها الأحمر البرتقالي، وهي عبارة عن صخور منصهرة في درجة حرارة جد مرتفعة تصل إلى 1200 درجة سيلسيوس. انسكبت هذه اللافا المائعة على المنحدر بسرعة تتراوح بين 40 و 60 كيلومتر في الساعة، فانتشرت على مساحات واسعة. بركان سانت هيلينز يقع في ولاية واشنطن غرب الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 1980 بدأ البركان بعد سلسلة من المؤشرات الجيولوجية المصاحبة لانفجارات البراكين انتهت بهزات أرضية تسببت في انهيار الجهة الشمالية من الجبل، وفي مدة وجيزة تسبب الضغط في باطن الأرض في أعظم انهيار صخري، مما أدى إلى تفجير خليط ساخن من الحمم والصخور المفتتة والتي اندفعت بسرعة كبيرة. انبعث من الجانب الشمالي للبركان جلاميد وغازات بركانية وعمود هادر من الرماد تجاوز علوه 20 كيلومتر. في نهاية الاندفاع تكونت قبة من اللافا اللزجة التي لم تتعدى فوهة البركان. فالبراكين النشيطة عادة تتميز باندفاع أو عدة اندفاعات تحدث في المراحل التالية: انفتاح كسر أو عدة كسور في القشرة الأرضية، يليه اندفاعات بركانية تتمثل في خروج مواد غازية كبخار الماء، ثنائي أكسيد الكبريت، أكسيد الكربون، مواد سائلة مكونة من اللافا والتي قد تصل حرارتها بين 800 و 1200 درجة سلسيوس، ومواد صلبة ناتجة عن تصلب جزئي للافا في الهواء والرماد والقذائف البركانية. ثم تراكم المواد البركانية في الفوهة أو حولها يكون ما نسميه بالمخروط البركاني، ويسمى كذلك نظرا لشكله المخروطي، ويختلف ارتفاعه وشكله حسب طبيعة وحجم الشظايا المقذوفة أثناء نشاط البركان. يمكن أن نلخص مراحل الاندفاع البركاني في مرحلتين أو طورين أساسيين: الطور الانفجاري حيث تنفلت خلاله الغازات من الصهارة مؤدية إلى حدوث انفجارات، يليه الطور الانسكابي حيث تنسكب وتتدفق خلاله اللافا. وتمكن أهمية هذين الطورين من تحديد النمط البركاني، لذلك نجد بركان ذو نمط انفجاري مثل بركان سانت هيلينز لأن أهم مرحلة ميزته هي مرحلة الانفجارات، وبركان ذو نمط انسكابي مثل بركان لافوغناز الذي تميز بانسكاب اللافا وقلة الانفجارات. والأسباب الرئيسية التي تتحكم في نوعية البراكين وبالتالي تؤدي إلى اختلاف الاندفاعات البركانية هي لزوجة اللافا، فكلما كانت لزوجتها وكثافتها عالية يصعب تحركها، بينما اللافا المائعة تكون سائلة إلى درجة كبيرة مما يسهل من حركتها وانسكابها وانتشارها على مساحات هائلة. كما تختلف الاندفاعات البركانية حسب كمية الغازات الدائبة في الصهارة، حيث تزداد الانفجارات مع ازدياد نسبة الغازات. كما لاحظنا هناك اختلاف في اندفاعات بركان لافوغناز وبركان سانت هيلينز. فبركان لافوغناز لافته مائعة،
لذلك انسكبت بسهولة وانتشرت على مساحات هائلة وقطعت مسافات طويلة. أما بركان سانت إلينز فلافته اللزجة لم تبتعد بعيدا عن فوهة البركان. أما بالنسبة لكمية الغازات الدائبة في الصهارة فكانت قليلة بالنسبة لبركان لافورنيس وكثيرة بالنسبة لبركان سانت إلينز. لذلك عرف بركان لافورنيس انفجارات ضعيفة وكان علو أعمدة الرماد صغير. أما بركان سانت إلينز فعرف انفجارات قوية وبالتالي كان علو أعمدة الرماد كبير. لذلك نصنف بركان لافورنيس من البراكين الانسكابية لأن أهم ما ميزه هو انسكاب اللافا. أما بركان سانت إلينز فيعد من البراكين الانفجارية لأنه تميز بالانفجارات العنيفة. لنتعرف الآن على أجزاء البركان. نجد في العمق الغرفة الصهارية تتجمع فيها الصهارة، وهي عبارة عن حوض ضخم من الصخور السائلة تضم نسبة من الغازات الدائبة وتقع أسفل سطح الأرض. مدخنة أو أكثر تصل بين الغرفة الصهارية والفوهة، حيث تصعد من هذه المدخنة المواد المنصهرة وتندفع خلالها المواد البركانية إلى الفوهة، وهي الفتحة العليا للبركان عبارة عن حفرة على شكل منخفض دائري ذات شكل قمعي، والتي تخرج منها الغازات والقذائف البركانية كما تتدفق عبرها اللافا. والصهارة هي خليط من غازات ومواد معدنية منصهرة، عندما تفقد الصهارة غازاتها تصبح لافا. إذن فاللافا هي عبارة عن صهارة بدون غازات بركانية. كما تعرفنا في فيديو سابق أن الصفائح الصخرية التي تتحرك بالنسبة لبعضها البعض فتتباعد أو تتقارب، ينتشر على مستوى حدودها سلسلة من البراكين النشيطة، مما يوحي بوجود علاقة بين البراكين وحركة الصفائح. فما هي هذه العلاقة؟ أدى استكشاف توبوغرافية قاع المحيط الأطلسي إلى وجود منطقة مرتفعة على شكل سلسلة جبلية تسمى الذروة المحيطية. كما تم اكتشاف أن القشرة المحيطية تتكون من صخرة بركانية سوداء تسمى البازالت. مثل البازالت على الخريطة بألوان مختلفة باختلاف عمره. حسب المفتاح، أحدث بازالت بلون أصفر بجانب الذروة، وأقدم بازالت بلون برتقالي بجانب القارتين. عند مقارنة عمر البازالت من جهتي الذروة المحيطية نلاحظ تماثلا في عمره، حيث نجد أحدث بازالت بجانب الذروة المحيطية ويزداد عمره كلما ابتعدنا عن الذروة المحيطية في اتجاه القارتين إفريقيا وأمريكا الجنوبية. فالذروة المحيطية هي تعتبر الحد بين صفيحتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية اللتان نعلم أنهما تتباعدان. نجد من جهتي الذروة تماثلا توبوغرافيا للبازالت بأعمار مختلفة. فما مصدر هذا البازالت؟ في هذا النموذج لدينا الذروة المحيطية كحد فاصل بين صفيحتين يتوسطها شق تتدفق عبره لافا مائعة مصدرها صهارة تشكلت على مستوى الرداء، ويؤدي تبريدها بواسطة مياه المحيط إلى تكون صخور البازالت المكونة لقعر المحيط. فكلما تدفقت لافا جديدة تعطي صخور بازالتية جديدة تعوض مكان الصخور القديمة التي تبتعد عن الذروة المحيطية. تتكرر هذه المراحل باستمرار، الشيء الذي يؤدي إلى اتساع قعر المحيط وبالتالي إلى تباعد القارتين. لذلك تعتبر الذروات المحيطية حدودا نشيطة نجدها دائما بين الصفائح التي تتباعد. وكما نعلم أن حدود الصفائح هي مناطق نشيطة تعرف نشاطا زلزاليا وبركانيا. إذن فالذروة المحيطية يحدث على مستواها زلازل وكذلك براكين ذات النمط الانسكابي.
لدينا هنا خريطة توزيع عمق بؤر الزلازل بالكيلومتر في غرب أمريكا الجنوبية، حيث تشير مختلف الألوان إلى أعماق بؤر الزلازل بالكيلومتر. وكما يظهر المقطع XY، نلاحظ أن عمق بؤر الزلازل يكون ضعيفا على مستوى الحفرة المحيطية التي تتواجد على مستوى الحافة الغربية لأمريكا الجنوبية المطلة على المحيط الهادئ، ويزداد عمق بؤر الزلازل تدريجيا بشكل مائل في اتجاه قارة أمريكا الجنوبية. ويفسر توزيع بؤر الزلازل بانغراز الصفيحة المحيطية الأكثر كثافة تحت الصفيحة القارية الأقل كثافة، وتسمى هذه الظاهرة بالطمر. وينتج عن هذا الانغراز الناتج عن تقارب الصفيحتين الصخريتين إلى الانصهار الجزئي للقشرة المحيطية، حيث تتشكل صهارة تصعد عبر الشقوق إلى السطح مسببة في حدوث براكين انفجارية مدمرة. لذا تعتبر مناطق الطمر حدودا نشيطة لتقارب الصفائح يحدث على مستواها زلازل وبراكين ذات نمط الانفجاري. نلاحظ في هذا الرسم المتحرك حدوث ظاهرة الطمر، حيث تنغرز صفيحة صخرية أكثر كثافة تحت صفيحة صخرية أخرى أقل كثافة، مما يؤدي إلى انصهار الغلاف الصخري جزئيا فيعطي صهارة تكون مصدرا لبراكين انفجارية. لذلك فحركة الصفيحتين هي التي تسببت في تكون البراكين وليس العكس. فكما أشرنا في الفيديو السابق أن حركة الصفائح تتسبب في حدوث الزلازل، نتعرف في هذا الفيديو أنها هي السبب أيضا في تشكل البراكين. لذلك فحدوث الصفائح تعرف نشاطا زلزاليا وبركانيا مستمرا، وذلك نتيجة حركة الصفائح. فما المسؤول عن حركة الصفائح؟ لنكتشف المحرك الرئيسي لحركة صفائح الغلاف الصخري، نعتمد أولا على هاته المناولة، حيث نسخن إناء به ماء وقطعتين متساويتين من الإسفنج. نلاحظ ظهور تيارات مائية دائرية نتيجة اختلاف درجة الحرارة، فالماء الساخن يصبح أقل كثافة مما يؤدي إلى صعوده إلى الأعلى، فتنخفض حرارته من جديد لتزداد كثافته فينزل إلى الأسفل، فتتشكل تيارات ساخنة تتجه نحو الأعلى وتيارات باردة تتجه نحو الأسفل. لذلك تظهر بشكل دائري، وتتسبب تيارات الحمل الحراري هاته في تباعد الإسفنجتين. على غرار هذه التيارات افترض الجيولوجيين وجود تيارات حمل حراري داخل الأستينوسفير رغم حالته الصلبة، وتنتج هذه التيارات عن الحرارة الناتجة عن تفكك العناصر الإشعاعية في الرداء. فالتيارات الصاعدة التي تحدث في طبقة الأستينوسفير تؤدي إلى تباعد الصفيحتين الصخريتين على مستوى الذروة المحيطية، والتيارات النازلة تؤدي إلى تقارب صفيحتين صخريتين على مستوى مناطق الطمر. فالمحرك الرئيسي لحركة الصفائح هو تيارات الحمل الحراري التي تحدث في طبقة الأستينوسفير وتؤدي إلى تحرك الغلاف الصخري. إذا كانت صاعدة تؤدي إلى تباعد صفيحتين صخريتين، وبالتالي تكون محيط يفصل بين قارتين يزداد اتساعا مع استمرار هذه التيارات الصاعدة. أما التيارات النازلة فتؤدي إلى انغراز الغلاف الصخري تحت غلاف صخري آخر، مما يؤدي إلى اختفاء المحيط واصطدام القارتين لتتشكل سلسلة جبلية نتيجة قوى الضغط التي تتعرض لها صخور القشرة القارية. تيارات الحمل الحراري إذا كانت صاعدة تؤدي إلى تباعد الصفائح،
ويحدث ذلك على مستوى الذروات المحيطية التي تتميز بحدوث زلازل وبراكين انسكابية. أما التيارات النازلة فتؤدي إلى تقارب الصفائح، وذلك على مستوى مناطق التمر التي تتميز بحدوث زلازل وبراكين انفجارية.